الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد أند بورز عن وضع العراق في المجموعة العاشرة ضمن تقييم مخاطر الصناعة المصرفية. وبحسب تقرير الوكالة، تعاني المصارف العراقية من ضعف مؤسسي كبير وتعرض خطير للتوترات الداخلية والخارجية مع وجود ضعف في الشفافية والحوكمة، مشيرا إلى أن المخاطر الاقتصادية والصناعية في العراق تعتبر شديدة، إضافة إلى مخاطر الاعتماد العالي على النفط والذي يجعل من اقتصاد العراق حساسا لتقلبات أسعار النفط. اتهم نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد حكومة السودان بعدم الدقة خلال إعلانها افتتاح أقسام في عدد من مصانع المدينة خلال زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني مؤخرا. وأوضح السعد أن هناك خداعا إعلاميا تمارسه الحكومة عبر تحريك العمال وجعلهم يقومون ببعض الفعاليات دون وجود إنتاج حقيقي، حيث أن المصانع كانت تصدر إنتاجها إلى الخارج وكانت رئيسية، وفي مصنع الحديد والصلب وحده حاليا ما يقارب 10,000 عامل وجميعهم يستلمون رواتب بدون عمل فعلي. اتهم النائب بسام خشان دائرة صحة محافظة النجف بعقد صفقة فساد من خلال شراء 350 ألف قناع بكلفة 9 ملايين دولار أمريكي، رغم أن الدائرة لا تستهلك أكثر من 350 قناعا في السنة. وقال خشان إن مدير صحة النجف قام بتكديس الأقنعة في الساحات والكراجات لعدم وجود مخازن تكفي لاستيعاب هذه الأقنعة، لافتا إلى أنه بعد شهرين من استلام الأقنعة تمت ترقية المدير وانتقل إلى وزارة الصحة. قال عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ياسر الحسيني إن المنتج العراقي تعرض إلى إهمال متعمد من قبل الحكومات المتعاقبة، وإن محاربة المنتج المحلي تقودها مافية فساد متنفذة بالدولة. واتهم الحسيني الحكومة الحالية بتجاهل القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بحماية المنتج المحلي، وأضاف أن الأيادي الفاسدة داخل الوزارات تدفع باتجاه ضرب المنتج المحلي، وبالتالي ستزداد الأوضاع سوءا، مطالبا الحكومة التي رفعت شعار محاربة الفساد بالالتفات إلى هذا الملف المهم والخطير. أعلنت الشركة العامة للمشتقات النفطية عن معاودة اعتماد نظام الدفع النقدي في محطات تعبئة الوقود، مبينة أن هذا الإجراء وقتي ولمدة ساعتين. وقالت الشركة إن آلية الدفع خلال ساعتي انقطاع الانترنت فترة الامتحانات صباحا ستكون بالنقد، لأن الدفع الإلكتروني لا يعمل عند قطع الانترنت، مشيرا إلى أن الدفع الإلكتروني سيعود بعد انتهاء الامتحانات. وأكد أنها فتحت هيئة الإعلام والاتصالات باستثناء محطات تعبئة الوقود من قطع خدمة الانترنت دون أن تلقى جوابا أو حلا للأزمة. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.